فيكم أعزائي المشاهدين، والله يمسيكم بالنور والسرور في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. أعزائي المشاهدين، أكيد زي ما إحنا متعودين حنستعرض أهم عناوين حلقتنا لهذا اليوم. فإلى العناوين. في سيدتي اليوم، دراسة جديدة، لغة الحوار بين الأزواج قبل النوم تعزز الترابط الاجتماعي وتزيد المحبة. لكل امرأة عاملة، تعرفي على حقوقك القانونية واحمي نفسك بقوة القانون. ملتقى صناعة الأزياء ينطلق في غرفة جدة، وسيدتي تكشف تفاصيل هذه الصناعة ورؤية 2030. أفكار لتصميم المدارس والفصول الدراسية تقدمها مهندسة التصميم الداخلي سديم العيسى. ما حيينا، فريق تطوعي يضم 600 متطوعة ومتطوع لتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع. سيدتي يعرفك على 5 أطعمة تسرع الشفاء بعد إجراء العمليات الجراحية. مشاهدينا، كانت هذه أهم عناوين حلقتنا لهذا اليوم. في التقرير التالي مشاهدينا، يمكن موضوع البعض منا ما فكر فيه، لكن هو إيش هو سبب خروج بطاقة الصراف الآلي قبل النقود؟ والله تقرير ظهر إنه شيء، خلينا نتابع مع بعض. نلاحظ دائماً عند القيام بسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالمصرف خروج البطاقة أولاً ثم المال. فهل تساءلنا يوماً عن السبب؟ أظهرت الدراسات أن السبب الرئيسي لخروج البطاقة أولاً قبل المال يعود إلى أن الكثير من الأشخاص عند قيامهم بعملية السحب النقدي ينسى البطاقة الائتمانية داخل الصراف فور حصوله على المال، ويعود السبب ذلك إلى نزعة الإنسان ورغبته بالمال في تلك اللحظة التي تجعله شبه أعمى. فلذلك قامت إدارات المصارف بإخراج البطاقة أولاً كي لا ينساها المستخدم، وليتم اعتماد هذا النظام في جميع الصرافات الائتمانية حول العالم. في دراسة أخرى أجريت في الوطن العربي، أن مستخدم الصراف الآلي حتى وإن كان ناطق اللغة الإنجليزية بطلاقة، إلا أنه عادة ما يختار اللغة العربية في ماكينة الصراف الآلي. وأكد المختصين أن السبب يعود لوعي المستخدم لتفادي اختيار عملية خاطئة تكبده خسائر مادية بغنى عنها، وهذا أيضا يرتبط بنزعة الإنسان ورغبته بالمال. مشاهدينا، بعض المرات الرغبة بحصول المال تعمي العيون، عشان كذا بطاقة الصراف تطلع أول. ومن الرياض أنتقل إلى زميلاتي أسرار وإيمان، خير رحب فيهم، مساء الخير لكم. يسعد مساك دلال، ويسعد مساكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. موضوعاتنا كثير حلوة اليوم ومشوقة، لكن خلينا نرحب في البداية بزميلتي إيمان. شكرا أسرار، وشكرا دلال، ويسعد مساكم مشاهدينا. عشان تشوفوا حلقاتنا وتقدروا تتواصلوا معنا، تقدروا تشوفوا حسابنا في تويتر أو صفحتنا على الفيسبوك، وتقدروا تشوفوا الإعادة على صفحتنا في اليوتيوب. مشاهدينا راح نطلع فاصل، ومن بعد الفاصل راح نرجع لفقراتنا ونبدأ في أولى فقراتنا لليوم. في سيرتي بعد الفاصل، دراسة جديدة، لغة الحوار بين الأزواج قبل النوم تعزز الترابط الاجتماعي وتزيد المحبة.
متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية.